هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراء مع الكفار الحربيين مع غيرنا من المسلمين؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز لنا التعامل بالبيع والشراء مع الكفار الحربيين مع غيرنا من المسلمين؟ مع غيرنا؟ المسلمين لا يكونوا محاربين يا أخي. المحارب هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد، هذا هو المحارب، كافر الذي ليس بيننا وبينه عهد. أما المسلم فهو أخونا سواء كان في بلدنا أو في بلد الكفار، هو أخونا وليس محاربا. نعم.